الاهلاوي تتحقق. طيب ماشي حلو، خلينا نروح لفاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا فاروق، وعايز نطمن من خلالك على تدريبات النادي الاهلي النهارده والتدريب الاخير قبل السفر ان شاء الله للاسكندريه استعدادا لمباراه اطلع بره الكواليس. عندك ايه والاخبار ايه؟ قول لنا يا فاروق. خليني في البدايه امير ان احنا خالص عزائنا للكابتن صلاح محسن لاعب النادي الاهلي لوفاه والده، وايضا خالص عزائنا للكابتن طارق شوقي مسؤول غرف ملاجئ الجهاز الفني للنادي الاهلي لوفاه زوجته. خالص عزائنا البقاء لله، البقاء لله جميعا. طبعا البقاء لله اكيد، يعني طارق شوقي من احد العمال المميزين. النهارده انطلق المران يا امير الساعه 6 مساء. قبل المران كان في تمرين منفرد اداه محمد محمود وسعد سمير وشيكو مع الكابتن طارق عبد العزيز. حاليا المران ابتدى مجموعتين متقسمين، الفريق النادي الاهلي متقسم لمجموعتين، مجموعه مع سباستيان ومجموعه مع مستر مارتن لافارشي والكابتن محمد يوسف. النهارده ايضا غايب عن المران بظروف كاسه برد جيرالدو، غايب النهارده عن المران. موجود مع عمار حمدي في التمرين المران حول تراك الملعب. موجود ايضا كابتن وليد سليمان بيأدي ايضا برنامج تأهيلي مع اخصائي التأهيل. زي ما قلت يا امير، يعني باستثناء الاسماء اللي احنا قلناها الغائبه للظروف الاصابه او ظروف التأهيل، ايضا النهارده متواجد كريم نيدفيد، يعني خلال الفتره القادمه ايضا وليد نيدفيد هيتوجه في المانيا. باستثناء الاسماء اللي احنا قلناها الفريق جاهز. طيب بس واحده كده يا فاروق برضه عشان الجمهور يبقى واخد باله كويس قوي، انا عايز اسالك على مواقف بعض اللاعبين واحد واحد كده. رمضان صبحي اخباره ايه؟ لان امبارح تعرض لكدمه، قول لي رمضان صبحي. لا رمضان موجود وجاهز، بيتمرن عادي، موجود في التمرين. بكلمك ورمضان امامي دلوقتي في الملعب بيأدي المباراه كويس. اذا رمضان صبحي جاهز لمواجهه اطلع بره بشكل تام. طيب وليد سليمان هل هو متاح للجهاز الفني ولا لسه؟ لا وليد ان شاء الله يكون جاهز، يعني هو النهارده ان شاء الله بيأدي مران جانب تأهيلي، وان شاء الله غدا هيبقى موجود مع الفريق في المران اللي تم تحديد ميعاده. ان شاء الله الفريق هيتمرن، هيأدي مران الساعه 5:30، ثم عقب المران هيتوجه الفريق ان شاء الله للسفر الى الاسكندريه. تمام. فيما يتعلق بمحمد الشناوي، هل محمد الشناوي جاهز لحراسه مرمى النادي الاهلي امام اطلع بره، ولا الامور قدامك شايفها ازاي؟ لا الشناوي جاهز، والشناوي حاليا بيقدم مران مع الكابتن طارق سليمان وعلي لطفي ومصطفى شبير واحمد طارق سليمان. الشناوي ده كويس. وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا امير الشناوي موجود بيقدم مران وجاهز ان شاء الله لمواجهه فريق اطلع بره السودان. طيب كويس حلو. فيما يتعلق بقى بجيرالدو، انت قلت لي ان هو عنده برد فبالتالي مش موجود في التدريبات، لكن هل هيسافر مع الفريق ولا خلاص هيتم استبعاده من مباراه اطلع بره؟ هيتم تحديد هذا الامر النهارده، يعني مع الحديث مع الكابتن دكتور خالد عبد العزيز، قال ان شاء الله غدا هيتم تحديد موقف جيرالدو بصوره نهائيه، هل هيكون موجود في اللقاء ام هيتم استبعاده من اللقاء. تمام. طيب خلاص، بالنسبه بقى لاخبار التدريبات، الشكل الخططي البدني، هل بان ملامح لتشكيل النادي الاهلي خلال التدريب حتى الان يا فاروق؟ لا هو حتى الان يا امير ما فيش اي ملامح للتشكيل، لكن خليني اطمنك من حاجه، ان جميع لعيبه النادي الاهلي جاهزين للقاء. الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، كل الجوانب اللي احنا بنتكلم فيها. لا اللعيبه النهارده كلها، كل اللعيب في فريق النادي الاهلي جاهز لهذا اللقاء. مش هتظهر ملامح التشكيل خلال مران اليوم او مران الغد، لان حاله الجاهزيه اللي عليها الاغلبيه عناصر فريق النادي الاهلي هتضع مستر مارتن لافارتي والجهاز الفني في حيره من اختيار التشكيل اللي هيكون فيه اللقاء. ده شيء مميز. طيب الفريق هيتحرك مباشره بعد التدريب يا فاروق لاسكندريه، تمام كده؟ اي هيأدي الفريق غدا ان شاء الله مران في تمام الساعه 5:30، ثم هيتوجه طبعا الفريق بعد عقب المران هيتناول وجبه الافطار، ثم يتوجه الفريق الى مدينه الاسكندريه. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا بعد هذه المداخله الرائعه، وفي الحقيقه لنا كل الاخبار المتعلقه بفريق النادي الاهلي قبل المباراه مهمه وقبل 8